اليوم الحلقة نتاعنا متنوعة برشا، على خاطر الحلقة نتاعنا اليوم فيها الراب، فيها الطرب، فيها ربوخ، أما زيدة فيها مفاجأة كبيرة. فما إعلامي اتصلت به أنت باش تتعدى في باساج وقال لك تاو نشوف ومن بعد ما عادش يجاوب على مساجاتك. صحيح. نجم تقول لي شكون؟ ما كانش انطوري بالبيد وما خرج من الحبس وكل هو اللي خليته باش يمشي لسوريا وكل. الدنيا مقلوبة نهارك الليل اما ليلي ولا كيما نهار من الاخر دمار من الاخر وجيعة من الاخر عينيا ما تشوفني في خيلك ما عرفتش ما فهمتش البيعة من الاخر مزلت نحبك وحطها في بالك في بالك نسيت في بالك يزيد كي قتلي حكيت نوفيت ويزيع. نكملوا بقية الانترفيو وانت تجاوبني بالمغربي. هي انسانة طيبة وظريفة وتقولوا انتم زواليها عرفت زوي ولا ظريفة ظريفة ظريفة. انت ماكش فريجيدير. باز مانيش فريجيدير مانيش طاولة انا باش ما نحسش اللي عابد معناها. يا مجنون مش انا ليلى ولا بلا